كان معانا ابطال منتخب السيدات للدمج لكرة القدم، وفي الفاصل انضمت الينا اللاعبة والبطلة ضحى الكيلاني. اهلا بيك يا ضحى، منورانا. ولسه معانا نور عفوا وهدى، مش كده، ودكتور اكرامي جمال منورنا. ولسه عايزين بقى نبدا مع ضحى. ضحى، مشاركتك في المنتخب دي تعتبر المشاركه الاولى ليكي في دوليا يعني، ولا قبل كده؟ احكي لي عن تاريخك كمان في لعب الرياضه. كنت اول مره العب كره قدم، فقابلت دكتور اكرامي فاتعودت على الكره، حبيتها جدا وبقيت خلاص يعني قلت انا حبيتك كره جدا. طيب انت قبل كده كنت بتلعبي ايه؟ كنت بلعب سله. وحبيتي كره القدم. ودكتور اكرامي شجعك تدخلي بقى في المنتخب، كان موقعك ايه؟ كان حاجه تحفه بصراحه. لا، انت بتلعبي ايه، دفاع ولا هجوم؟ دفاع. دفاع. طيب دكتور، السؤال بقى واللي قالته ضحى ده بالظبط اللي انا عايز اسال حضرتك عنه. ازاي حد، انا مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصه وعايز ادخل معاكم الفريق، عايز ادخل المنتخبات الدمج المختلفه المتعدده في رياضات مختلفه، اهل عندهم ابن لسه في بدايه مشواره لسه ما لعبش رياضه خالص، لكن انا عايز انضم للمنظومه العظيمه دي اللي بتطور من الشخصيه ومن الاداء وحاجات كتير. تمام. احنا عندنا طبعا اللي في الاولمبيات الخاص اللي عندنا ميزه كويسه جدا ان ما عندناش عمر سن معين، عندنا بس النشاط نفسه الرياضي بيبدا من فوق 8 سنين. اقل من 8 سنين عندنا برنامج اللي كنت بكلم حضرتك، عندنا برنامج اسمه الاسر وصغار السن، يبدا يتطور اللعيب ويدربه اقل من 8 سنين. انما المسابقات نفسها بتبدا من 8 سنين. طبعا ده بيساعد ان اللعيب يشارك معانا في اكتر مسابقه. عندنا الاولمبيات الخاص دي ميزه كمان اللي احنا ما بنكلفش اللعيب اي حاجه، ما عندناش رسوم اشتراك. لو عاملين بطوله التغذيه والانتقالات طبعا بتكفل بقى الاولمبيات الخاص. الاولمبياد الخاص تابع لوزاره التضامن الاجتماعي. طبعا وزاره التضامن شرحت لي. تمام. بس احنا بنتكفل باي انتقالات، باي اقامه، اي يعني اي مسابقات لو جايين في اي مسابقات. الولد يعني من اول ما بيطلع من بيته لحد ما يروح انتقالات والتغذيه ده مسؤوليتنا احنا. فده بيدي حافز للناس تشارك. في ناس قدراتها الماديه مش كل الناس زي بعضها. طب. فمش هيقدروا يشاركوا معاك، يعني بيحصل عزوف لان هو مش معاه الفلوس اللي هو يجي مثلا من طنطا او يجي من الغربيه مثلا او اسكندريه او اي محافظه. لا، بنجيب من اسيوط، البحر الاحمر مثلا، البحر الاحمر معانا، الوادي الجديد ناس بتشارك، مرسى مطروح، وبيجوا لحد هنا. بنتكفل باقامتهم وانتقالاتهم وكل حاجه بتتم، حتى اللبس في اي حاجه. فكده كده الولد ما فيش اي رسم اشتراك. احنا عندنا طبعا صفحه بتاعه الاولمبيات الخاص موجوده على الفيس، يقدر بقى يدخل يخش ويشارك. وعندنا مثلا الناس مسؤوله وهي اللي بترد على الصفحه، زي الدكتور محمد مثلا مدير الاعلام والعلاقات العامه بيرد على الصفحه. عندنا طبعا مكتبنا في جزيره العرب في المهندسين. طبعا في حاجه كويسه برضو بالنسبه للاولمبيات الخاص ان احنا 23 دوله منطقه متقسم لقطاعات الاولمبيات الخاص، فعندنا 23 دوله دي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الرئيس ليها المهندس ايمن عبد الوهاب ده من مصر، ومقر الاولمبياد الخاص لمنطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا ده في مصر. فده بيدي دافع برضه لينا كبرنامج المصري نبقى من اقوى البرامج اللي بنشتغل في المجال ده. حلو قوي. انا يعني اقدر اسال او مش عارفه، انتوا عدد الناس الفرق الداعمه للاولمبياد الخاص يعني كام رياضه؟ الفريق الاداري والتنفيذي اللي بيشتغل في حاجه عظيمه زي اللي بيشتغل في الاولمبياد الخاص. احنا مش كتير، احنا 12 مثلا. بجد 12 ومعانا لعيب كمان سبيشال منعم معانا مشارك معانا، اللي جوه اكلم الرئيس والرئيس حضر البطوله عشان ده معانا موظف معانا برضو في المكتب. فاحنا عددنا مش كتير، بس عندنا المتطوعين كتير، عندنا الناس المنظمين كتير. يعني ساعات بنعمل في بطوله مثلا حضرها الرئيس فيها اكتر من 3000 متطوع. فده بيساعدك، مش شرط يكون احنا شغالين 5000، يعني ممكن نكون 12 بس معانا متطوعين فوق ال 3000 وال 5000 في اي حدث. حلو.